أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص عنده فائدة مال مودع في بنك من غير اختياره، هل يأخذ هذه الفائدة الربوية ويعطيها فقيرا محتاجا إليها؟ ثم هل يخبره بذلك بأنه مال محرم، أم ماذا يصنع بهذه الفوائد؟ العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فصلوا في هذا، فقالوا: إذا تاب الإنسان من الربا، إنسان يتعامل بالربا ثم تاب وعنده أموال مجتمعة من الربا، فإنه يتخلص منها، يتخلص منها بأن يضعها في مشاريع عامة، لا على أنها صدقة، ولكن على أنها مال ضايع ليس له مالك، يتخلص منه. أما الأموال التي لم يخدمها، الربويات التي لم يخدمها، تكون في البنوك أو في ذمن الناس، فهذه يتركها ولا يخدمها، يتركها ولا يخدمها، يسلم من شرها. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان له ديون ربوية على الناس أو رصيد في البنوك من الربا فتاب إلى الله، إنه يتركه ولا يأخذه.